طيب هنعمل شير سكرين برضو. طيب خلينا كده نراجع مع بعض زي المرة اللي فاتت كده، كل الفاكتورز اللي احنا اخدناها نكتبهم كده على البورد، علشان يبقى لو في حد مش فاكر حاجة او كده نبقى بنرجع لهم سريعا يعني. طيب بس تعالوا كده. ايوه معلش، انا عندي سؤال في السكشن اللي فات. اتفضل. هو حضرتك في اخر مسألة وانت بتحليها، لما حسبتي الكاباسيتي فاكتور واليوتيليزيشن فاكتور، لما ايوه جينا نجيب البي افريج حضرتك وانت بتحسبي البي ماكسيمم، بالظبط. ليه رحنا جبنا بي ماكسيمم من كل واحدة ما حضرتك كنت حاسباها في المطلوب اللي قبليه، اللي هو بتاع الترانسفورمر، الريتنج بتاع الترانسفورمر؟ لو تفتكر في المطلوب اللي قبليه انا كنت حاسبه الشير منه، حسبت السميشن بتاع الشيرز دول فوصلت للبي ماكسيمم بتاع السيستم كله. بس احنا اتفقنا ان انا وانا بحسب البي افريج، عشان اللود فاكتور هو الديفينيشن بتاعه هو البي افريج على البي ماكسيمم، فكان معايا اللود فاكتور وكان معايا المفروض احسب البي ماكسيمم علشان اجيب منها البي افريج، صح كده؟ تمام. فكنت عايزه البي ماكسيمم بتاع فور اكزامبل، مثلا لو تفتكر كانوا 600 شقه مثلا، فما كنتش عايزه الشير بتاعهم، يعني ما كنتش عايزه الشير في وقت البيك بتاع السيستم كله بكام، لا انا عايزه البي ماكسيمم بتاع الشقق بس بكام. طب ما انا لو جبت الشير بتاع كل شقه، بتاع كل حاجه يعني، وجمعتهم، انا كده يعتبر جبت الماكسيمم بتاعهم كله في الاخر. ما هي هي ايوه لا، الشير حاجه والماكسيمم حاجه. الشير ده ممكن ما يبقاش الماكسيمم بتاع اللود، يعني ممكن اللود يبقى بيحصل الماكسيمم بتاعه في وقت تاني غير الماكسيمم بتاع اللوكاليتي كلها، فاهم قصدي ايه؟ خليني اوضحها لك برضو، ممكن نوضحها شوية هنا. بص لو انا عندي دلوقتي ده كده زي ما اتفقنا، عندي مجموعة احمال بالمنظر ده كده، مثلا حاجة تانية كده، ماشي؟ دول كده different loads، مثلا industrial و residential و commercial whatever، أي نوع من أنواع الأحمال مختلفين عن بعض، حلو؟ طيب عايزة أجي أحسم البيك، عايزة سوري أجي أحسب البيك بتاع اللوكاليتي دي كلها، يعني بتاع كل الأحمال، فهعمل إيه؟ هبتدي أجمع، هشوف الوقت ده كان إيه اللي شغال أو إيه الحمل اللي كان شغال فيه، هلاقي إن هو الحمل ده فهيبقى identical كده، هلاقي عند مثلا الساعة دي هلاقي إنه في حمل تاني دخل معاه فهو هيبعد شوية عن الكيرف ده and so on. هتبتدي تجمع 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 لحد في الآخر ما ترسم الكيرف الكبير خالص اللي هو ده البيك بتاع اللوكاليتي كلها، حلو كده؟ تمام. طيب أنا عايزة أحسب إيه؟ عايزة أحسب البيك دايفرستي فاكتور مثلا، فالبيك دايفرستي فاكتور بيساوي إيه؟ اتفقنا هو البي ماكسيمم بتاع اللود ده مقسوم على الشير في وقت البيك بتاع السيستم كله. يعني إيه؟ طيب هنيجي نحسب البيك دايفرستي فاكتور لرقم واحد، ده كده رقم واحد اللود الحمل الأولاني، عايزة أحسب له البيك دايفرستي فاكتور بتاعه. طيب هيساوي ال P maximum بتاعه اللي هو مثلا ب X، خلاص هيساوي X على الشير بتاعه في وقت البيك بكام. طيب لو اعتبرت ان ده البيك بتاع السيستم كله، ماشي، وده مثلا بقية الكيرف كده، فهو الشير بتاعه ايه؟ هو الشير بتاعه هو ال N دي، يبقى ال X على ال N. طيب احنا كنا بنحسب ايه في المسألة اللي فاتت دي؟ كنت بحسب الشيرز بتاعت كل واحدة اللي هي ال N زائد الجزء ده زائد الجزء ده وكلهم كده، وبجمعهم علشان اجيب البيك بتاع السيستم كله علشان اديزاين الترانسفورمر، تمام؟ طيب هل ال N دي هي نفسها ال P maximum بتاعت لود رقم واحد؟ لا، هي دي بالظبط. فانت عايز تستخدم اللود فاكتور علشان تحسب منه ال P average. فاللود فاكتور هو عبارة عن ال P max ال P average سوري على ال P maximum. طيب هل ينفع تستخدم هنا بدل ال P maximum دي الشير اللي هو ال N؟ لا برضو ما ينفعش. ما انا هنا هستخدمها لكل منشأ بقى لوحده، صح؟ بالظبط، انت هتروح تحسب البي ماكسيمم اللي هي دي لكل لود، يعني للكيرف الاولاني ده، للكيرف التاني ده، للكيرف التالت ده،
يبقى هي دي البي ماكسيمم بتاعتهم. فعشان كده كنا بنقول ان احنا بنرجع ستيب عن الشير ده، يعني الشير دي مش هي دي البي ماكسيمم. تمام تمام. فعشان كده رحت حسبت البي ماكسيمم او رجعت تاني خطوه لورا ان انا احسب البي ماكسيمم ومنها حسبت البي افريج. وضحت كده؟ اه تمام يا باشمهندس. ولو الكوانتيتي كانت ب1 حضرتك ايه؟ قلتي ان ايه؟ ايوه تمام سامعك. لو الكوانتيتي كانت ب1 حضرتك قلتي ان احنا مش هنقسم على ال على البيج دايفيرس فاكتور. لا على الجروب. طيب هو انا لو مشيتها يعني انا مش عايز اشتغل بصراحه بالقانون اللي حضرتك عملتيه في الاخر ده، لو انا مفيش اشتغلت مشكلة. عادي خالص وحطيت الكوانتيتي ب1 هتطلع هي صح؟ لو انت الكوانتيتي بتاعتك بواحد وقسمت على الجروب دايفرستي فاكتور هتطلع غلط. ليه؟ لان احنا لو انت عندك شقة واحدة يبقى خلاص الجروب دايفرستي فاكتور ما بقاش ابليكابل هنا، لان خلاص البيك او الكيرف بتاعك هو نفسه هو بتاع الشقة، فما ينفعش تروح تستخدم الجروب دايفرستي فاكتور. تمام. تمام. فدايما ركز في الاعداد، لو هي يعني ما تطبقش الرول، لو انت مش عايز تطبقه ما فيش اي مشكله. احنا الرول ده استنتجناه من اصلا التقسيمه، او من ان انا قعدت حليت واحده كده ان ديتيلز، وبعد كده رجعت طب شفت بقى انا عملت ايه وطلعت الرول على طول عشان يبقى اسرع. لكن لو انت مش عايز تعمل كده طبعا براحتك، بس ركز في الكوانتيتي. تمام شكرا يا ماشي. باشمهندس. العفو على ايه. طيب ماشي، خلينا بقى زي ما قلت لكم نبتدي نكتب مجموعة الرولز اللي عندنا. طيب لو تفتكروا أول حاجة الديماند فاكتور، الديماند فاكتور كانت بتساوي إيه؟ ممكن البي تجاوبوا ماكسيم معايا؟ على البي أيوه ماكسيم على الكونكتد لود. بالظبط كده، البي ماكسيمم على الكونكتد لودز. طيب تاني حاجة كان اللود فاكتور، اللود فاكتور كان بيساوي ايه؟ البي افرج على البي ماكس. بالظبط كده، بي افريج على البي ماكسيمم. حلو. طيب كان عندنا فاكتورز ايه تانية؟ مثلا اللوس فاكتور هو بيساوي بس هنستخدم اللوسز بقى. بالظبط البي افريج بس في حالة اللوسز مقسومة على البي ماكسيمم بتاعة اللوسز برضه. كان عندنا ايه الفاكتورز التانية؟ اليوتيلايزيشن فاكتور بيساوي ايه؟ البي ماكسيمم مع الكباسيتي. حلوة قوي. وعرفنا ان الكاباسيتي هي مجموع البي ماكسيمم زائد شوية ريزيرف. خلاص. طيب الفاكتور اللي بعده الكاباسيتي فاكتور بتساوي ايه؟ البي افريج على الكباسيتي. قوي. الـ P average على الـ P capacity. وعرفنا خلاص بنحسب الـ P average ازاي؟ بنحسب الـ P average ازاي يا جماعة؟ يا على تي أيوه انتجريشن الـ او energy، يا على تي. الـ energy بتاعت الفترة كلها مقسومة على الـ periodic time بتاع الفترة كلها برضو، لأن احنا بنعمل summation للـ powers in terms of t، كأني بعمل integration للـ power بالنسبة of t يعني باي دي تي مقسوم على البريودك تايم بتاع الفترة كلها. تمام كده. طيب بعد كده قلنا تو فاكتورز اللي هو الجروب دايفرستي فاكتور بيساوي ايه؟ هاي يا جماعة البيك بتاع الحمل الأولاني زائد البيك بتاع الحمل التاني على البيك بتاع الكيرف الماكسيمم بتاع البي ايوه ماكسيمم. بالظبط، يبقى الـ sum of individual maximums على الـ peak of load او الـ total peak بتاع الـ load ده. طيب آخر حاجة الـ peak بقى diversity factor بيساوي ايه؟ البي ماكسيمم على الشير التوتال ماكسيمم. بالظبط كده، الـ P maximum of load ده أو بتاعت single load يعني مقسوم على الـ share بتاعه في وقت الـ peak بتاع الـ locality كلها. تمام كده؟
طيب حد مش فاهم اي حاجه في الرولز دي يا جماعه، او مش عارف يطبقها ازاي لسه لحد دلوقتي؟ طيب تمام زي الفل. طيب خلونا نبتدي بقى. ايوه في ناس كاتبين في الشات انه اللينك مش شغال او بيتخرب على ميتنج تاني. هي الحركه دي بتحصل بقى لها فتره يعني، بس احنا ما بنبقاش عارفين اصلا نحلها ازاي. انا مش عارفه والله برضه احلها ازاي. انت قلتوا لي المره اللي فاتت برضه تقريبا، بس يعني بعد كده اشتغل تقريبا. طب ممكن نبعته لهم تاني مثلا؟ هو الفكره بس مهندس انا برضو المره اللي فاتت ما عرفتش اخش، وحضرتك خدت غياب، فوضع كده ايه؟ ليه طيب ما عرفتش تخش؟ يعني انا مش عارفه ايه المشكله بصراحه او بتحصل ليه، بس خليني ابعت لكم اللينك تاني. ممكن يبقى ليه فتره معينه مثلا او بيكسباير، مش عارفه والله، يعني مش عارفه السبب ايه في الموضوع ده. ممكن نبقى نسال حد من الاي تي او حد من اللي بيعملوا اصلا التيمز والحاجات دي. طيب anyways يعني اخدت ما عرفتش المره دي برضو عملت نفس القصه، بس لقيت في حد عمل لي انفايت للميتنج بيدخل انا طيب اللي كتبت. يعني لو حد يقدر ينفايت صحابه مثلا او حد يبعت لحد يعمل له انفايت، ما تمام يعني، بس انا مش هقدر اقعد انفايت طبعا، يعني الموضوع هيبقى هادك قوي. طيب anyways يا جماعه يعني ما تقلقوش من الغياب، يعني انا بس باخد الغياب علشان نبقى بس عارفين مين اللي بيحضر مين اللي مش بيحضر، الدنيا تبقى بس واضحه شويه. لكن ممكن نتفاهم مع الدكتور يعني انه ما يبقاش فيه عليها درجات قوي يعني، او تبقى درجه بسيطه يعني. طيب وكده كده احنا بنسجل الريكورد، فما تقلقوش برضو يعني مفيش حاجه هتضيع عليكم او كده. طيب هنبتدي بقى نكمل الشيت يا جماعة. الشيت كان فضلنا فيه تقريبا حوالي 3 مسائل، فخلينا نبتدي نحلهم يعني سوا. طيب احنا كنا خلصنا كل الكلام ده. طيب مسألة رقم 7 يا جماعة. طيب عايزاكم تقروها كده مسألة رقم 7، وحد يعمل raise hand مثلا ويقول لي هنبتدي نعمل ايه طيب ممكن حد نشوف بقى لو حد عامل ريز هاند او كده. طيب في حد؟ تفضل يا باشمهندس يوسف تفضل. اعتقد اول حاجه وعايزنا نرسم. ايوه عايزنا نرسم الكرونولوجيكال واللود ديوريشن والانرجي لود كيرف والماس كيرف كمان، اللي هم الاربع كيرفات اللي احنا اخدناهم لو تفتكروا في اول سكشن خالص. تمام طيب عايزين نبتدي نرسمهم. اول حاجه نبتدي نرسم الكرونولوجيكال لود كيرف. اعذروني بقى على الرسم، طبعا هيبقى مش دقيق قوي على الكلام ده. طيب تعالوا نبتدي نرسم كده اول حاجه الكرونولوجيكال لود كيرف. قولوا لي كده، كان الكرونولوجيكال لود كيرف بيبقى عباره عن الاكس اكسس بتاعته ايه والواي اكسس بتاعته عباره عن ايه؟ دي ايه ودي ايه؟ الاكس تايم والواي بيبقى باور. تمام بالظبط. طيب التايم ده كان عباره عن انهي تايم؟ توقيت اليوم. بالظبط اللي هو الكلوك تايم، يعني كان بيبدا من الساعه 12 اي ام وبينتهي عند برضو الساعه 12 اي ام. دي طبعا في النص الساعة 12 PM، وبعد كده بقى الساعات عادي كأنها clock time. طيب عايزين نبتدي نرسم الكيرف ده، هنرسمه ازاي؟ هنيجي نشوف عند التايم، هو بيقول لي عند الساعة 12 اللود كان ب 20 ميجا وات، يعني عند الساعة 12 الصبح
اللود كان المفروض ان هو طبعا هيبقى اوضح بالنسبه لك، يعني مش هيخليك تتردد هي 12 الصبح ولا 12 الظهر ولا ايه. طيب هتلاقي هنا ان هي عند الساعه 12 الصبح كانت ب 20 ميجا وات، هعتبر دي مثلا 20 ميجا. طيب عند الساعه 2 هتبقى ب 10 ميجا، يعني عند الساعه 2 مثلا هنا بعشرة ميجا. فدي كده أول بوينت بالنسبة لي، هحطها باللون الأحمر كده. البوينت التانية هتبقى هنا كده. طيب البوينت التالتة عند الساعة 5 كان بعشرة برضو. بخمسين هنا مثلا. طيب عند الساعة 5 دي بقى afternoon هتبقى برضو بخمسين، يبقى على نفس اللاين ده كده. بعد كده عند الساعة 6 هتعلى هتبقى 100، عند الساعة 6 هتبقى 100. عند الساعة 9 هتبقى برضو بمية. عند الساعة 12 هترجع تاني لعشرين. طيب بقى عندي مجموعة points دلوقتي يا جماعة، هبتدي أوصل points دي straight lines عادية، فهنوصل كده 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 وده بقى شكل الكيرف بالنسبه لي اللي هو الكرونولوجيكال لود كيرف. حد عنده مشكله في رسم الكرونولوجيكال ده؟ طيب جميل، عايزه ابتدي ارسم. بعد ما رسمت الكرونولوجيكال عايزه ارسم اللود ديوريشن. هبتدي ارسم اللود ديوريشن ازاي؟ خليني بقى اكبر دي كده. طيب اللود ديوريشن كان هو عبارة عن ايه يا جماعة؟ هو حد بيكتب حاجة او كده؟ طيب انا ما اخدتش اتندنس يا جماعة ما تقلقوش. طيب اللود ديوريشن هو عبارة عن ايه؟ ان احنا نبتدي نتكلم ولا نرفع دينا؟ ماشي يعني اتفضل. تمام تمام بنبتدي ناخد اعلى باور. ايوه والديوريشن بتاعه ونوقعه، يعني مثلا هنبتدي باول حاجه الاول 100. تمام وقعد من اظن من 5 ل 9 حسب لو انا شايف صح يعني. لا قعد من الساعه 6 للساعه 9. تمام. طيب اول حاجه الاكسس عباره عن ايه؟ الباور والتايم صح كده؟ بس التايم ده هو ايه؟ ايه الفرق عن الكرونولوجيكال؟ انه ديوريشن مش كلوك. بالظبط، يعني من اول كام لحد كام؟ من 0 ل 24. بالظبط كده، هي الفترة كلها. احنا هنا بنرسم ليوم، فهتبقى من 0 لحد 24. طيب هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نشوف اعلى باور، لان اللود ديوريشن بيترسم in descending order. خلاص، فهنيجي نشوف اعلى باور هنا كانت بكام واشوف عدد الساعات اللي هي قعدتها. طيب خلينا نجيب الكلام ده كده. طيب هي فعلا من الساعة 6 للساعة 9 زي ما قلنا. طيب من الساعة 6 للساعة 9 يعني الميت ميجا دول استمر لمدة قد ايه؟ لمدة 3 ساعات. فهنا هكتب رقم 3 واحط اللي هي الميت ميجا دي. طيب بعد كده ايه الستاب اللي بعدها؟
المفروض ان انا بشوف ال 50 ميجا ايوه ما بينها وبين المية في سلوب، فببتدي ان انا بمد خط هوريزونتال 50 تحت الكيرف بالظبط كده. يبقى اول ستيب احنا قلنا عليها ان احنا هننزل عند اول كونستنت باور تقابلني بعد ال 100 ميجا دي، فهلاقيها اللي هي ال 50 اللي هي دي. طيب ال 50 دي هبتدي ارسمها من اول فين؟ انا دلوقتي خلاص خلصت اللي هم ال 100 ميجا اللي هم قعدوا 3 ساعات، فعايزه اشوف ال 50 دي هبتدي ارسمها من اول فين. هلاقي هبتدي امد خط كده بطول بعرض ال 50 كلها مثلا كده، طيب هلاقي ان الجزء اللي انا رسمته اللي هو الاصفر ده هلاقي فيه جزئين، جزء كان continuous اللي هو الجزء ده تمام اللي هو من الساعة 8 لحد الساعة 5 خلاص، وفي جزء كمان معايا اللي هو الجزء الداشد ده، وفي هنا جزء داشد، فاتفقنا ان احنا بناخد الجزء الداشد اللي تحت الكيرف تمام كده. طيب هتروح تقيس الجزء الداشد ده سواء بالمسطرة او هتشوف عدد الساعات بتاعته بكام تمام، هتلاقي ان انت مش تعرف تشوفها بالساعات قوي، لازم تقيسها بالمسطرة. هتقيس الجزء ده كده بكام اللي انا عملت عليه دايرة تمام، وده مش هيبقى معانا خلاص. هتعمل ايه؟ هتبتدي تيجي من عند اول الكيرف عند 50، يعني هنا من اول 50 من اول الكيرف هتبتدي تحط بالمسطرة الجزء اللي هو اللي انا عاملة عليه دايرة هناك ده تمام. طيب بعد ما خلصته مثلا وصل لحد هنا هعمل ايه؟ هبتدي اوصل الكيرف بتاعي ده بده كده ماشي، وبعد كده اعمل ايه؟ ارسم الجزء الكونتينيوس اللي هو كان من الساعة 8 للساعة 5 اللي هو 4 ساعات، واللي هي الخمس ساعات يعني 9 ساعات. الكونتينيوس بس كده 9 ساعات ماشي. طيب الستاب اللي بعدها هبتدي انزل عند اول كونستانت باور تقابلني، فاول كونستانت باور تقابلني هلاقيها اللي هي العشرين ميجا، فهعمل ايه؟ برضو هنمد خط كده خلاص، هتيجي تشوف مين في الخط ده كونتينيوس ومين في داشد، والداشد لازم يبقى تحت الكيرف يا جماعة، فهلاقي ان هو اصلا ما فيهوش حاجه كونتينيوس غير البوينت دي غير النقطه دي. طب والداشت هلاقي ان هو الجزء ده مش معايا لكن الجزء ده كده كله معايا خلاص، فهشوف الجزء ده بالمسطره بكام. هاجي ابتدي من اول الكيرف من عند 20 هنا واحط الجزء اللي انا رسمته اللي انا قسته سوري بالمسطره اللي هو كان هنا ده اللي هو ده. طيب بعد ما رسمت الجزء الداش ده هوصل دي بدي بالمنظر ده كده، وبعد كده لو كان في جزء continuous كنت حطيته، بس هي actually هي point واحدة بس، فهي هتبقى هنا point برضو. طيب بعد كده في الآخر خالص أبتدي أنزل أشوف أول constant power تقابلني بعدها اللي هي هلاقيها العشرة ميجا، يبقى عند عشرة ميجا هنا هاجي أشوف برضو هي استمرت فترة قد إيه، فهلاقي إن الجزء الداشد هو اللي عبارة عن الأخضر ده وكله تحت الكيرف، فهتجمع اللي هي دي واحد مثلا زائد اتنين دي خلاص، وتيجي هنا تحطها اللي هي تبقى واحد زائد اتنين. طيب وبعد كده تعمل إيه؟ هتقفل اللاين ده، خليني أرسمه بلون تاني عشان يبقى باين، هتقفل دي كده على دي، وبعد كده تحط الجزء الكونتينيوس اللي هو كان من الساعة 2 للساعة 5 يعني كان 3 ساعات، والتشيك بتاعك ان هي لازم تقفل عند 24 ساعة. طيب حد مش فاهم يا جماعة؟ اي سؤال؟ بس بالنسبة بعد اذن حضرتك اتفضل. هو انا برسم تو سكيل الكيرف عشان اقيس مسافة صح؟ لازم طب انا السكيل بتاع التايم امشي قد ايه؟ ممكن تمشي الساعة بسنتي مثلا او الساعة باتنين سنتي whatever هيبان عندك ازاي في الورقة او هتعرف ترسمها ازاي. تمام شكرا. لا طيب
كده رسمنا اول تو كيرفز او اول حاجه اللي هي كان عايزها اللي هما الكرونولوجيكال واللود ديوريشن. طيب عايزين نبتدي نرسم الانرجي لود كيرف. الانرجي لود كيرف اتفقنا ان انا برسمه من انهي كيرف فاكرين؟ الديوريشن. بالظبط. كنت بعمل ايه في الديوريشن؟ بضرب الباور في التايم عشان اجيب انرجي تقريبا. ايوه. انهي بقى؟ انهي باور وانهي تايم؟ اللي هو الاريا يعني، مثلا اول واحده في ال 24 زائد اللي فوقيها كده. ايوه. كنت بقسم اللود ديوريشن ده لارياز هوريزونتال بالشكل ده وابتدي احسب لها الانرجي. فهنا مثلا لو هقسمها areas horizontal فهتلاقيها اصلا هي كانت متقسمه already عند ال10 وال20 وال50 وال100. هتلاقي ان دي كده energy 1، دي energy 2، دي energy 3، دي energy 4. تمام كده. وتروح تحسب الانرجي دي كلها بكام. energy 1 هتساوي اللي هي الاريا اوف ريكتانجل اللي هي تبقى ال10 في ال24 ساعه. طيب energy 2 دي اريا اوف ترابيزيوم، وخلاص عرفنا الاريا اوف ترابيزيوم اللي هي هاف البيز 1 زائد البيز 2 في الهايت اللي هو ده. دي برضو اريا اوف ترابيزيوم، ودي هتبقى برضو اريا اوف ترابيزيوم. هتبتدي ترسم واحد واثنين، او تحسب يعني سوري، واحد واثنين وثلاثه واربعه. تمام. طيب بعد ما حسبنا واحد واثنين وثلاثه واربعه تبتدي تعمل ايه؟ يعني مش هنرسمها قوي بس خلينا نعملها كده جنبها. اتفقنا انه الانرجي كيرف ده هو عباره عن الباور، هنا الانرجي الاكس اكسس بتاعه هي الانرجي. طيب اتفقنا ان انا باجي الباور ثابته، يعني هنا هيبقى في عند ال10 عند ال20 عند ال50 عند ال100. تمام. طيب الانرجي هنا المفروض هتبقى انرجي رقم واحد اللي انت حسبتها مع الانترسكشن مع 10، تبقى دي اول بوينت. طيب تاني بوينت اللي هي هتبقى السميشن بتاع واحد زائد اتنين، علشان اتفقنا برضو ان الانرجي اكيوميليتف، صح؟ اللي هي متراكمة على بعض. فهتيجي عند العشرين والبوينت اللي هي رقم اتنين دي تحط البوينت التانية. طيب بوينت رقم تلاتة هي الانرجي زائد وبتاعت واحد زائد اتنين زائد تلاتة، دي البوينت رقم تلاتة. الانترسكشن مع الخمسين هتبقى مثلا بوينت هنا. طيب آخر واحدة اللي هي أربعة هتبقى واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة، خلاص هتلاقيها مثلا البوينت دي هنا. طيب حلو. بعد ما وقعت البوينت خلاص أبتدي أشوف هوصل البوينت دول إزاي. طيب هاجي أشوف أول واحدة هلاقي إن هي area of rectangle، يعني كنت بعمل لباور ثابت، فهتطلع إيه؟ قولولي كده. straight line. straight line بالظبط. هنوصل البوينت دي بالبوينت دي عن طريق straight line. طيب تاني واحدة كنت بعمل integration ل straight line، فبتطلع ايه؟ parabola بالظبط. واتفقنا ان هي negative هتبقى كده و positive العكس، علشان دي بتdecline او بتقل. خلاص. طيب التالتة برضو كنت بعمل over straight line integration over straight line، فتطلع برضو parabola وبالdecrease برضو، فتطلع برضو حاجة بالمنظر ده كده. وآخر واحدة برضو parabola عشان ده straight line برضو، فتطلع حاجة بالمنظر ده كده. تمام كده يا جماعة. طبعا كل الأرقام دي هتبقى معاكوا خلاص، لأن انتوا هتبقوا حاسبين الانرجي 1 و 2 و 3، بس عشان ما نقعدش نضيع وقت في الحسابات واحنا أصلا مش معانا الدايمنشنز دي قوي. تمام. طيب آخر حاجة خالص اللي هو الماس كيرف. الماس كيرف كنا أيوة باشمهندس، هو انا عندي سؤال بس. هو وانا بحسب انرجي 2 مثلا، انا بقيس القاعدتين بالمسطره ولا بحسبهم ازاي؟ اه بالظبط، هتقيسهم بالمسطره وتشوف طلع اللينث بتاعك بكام، تحولهم لتايم بالسكيل بتاعك، يبقى انت كده معاك التايم. تمام. يعني انا بعمل سكيل التايم وسكيل الباور كمان، ولا هما الاثنين نفس السكيل؟ لا مش شرط نفس السكيل، على حسب الكوانتيتيز بتاعتك. فبتحط سكيل للتايم وتشوف لو هتعمل سكيل تاني للباور او واتيفر يعني. بس الباور بالنسبه لك سهل، المشكله في التايم، المشكله في الاكس اكسس. طب وحاجه تانية برضو، هو تحت الارقام اللي انا بحطها عند على الاكسس بتاع التايم ده ازاي؟ انا مش عارف، انا بكتب يعني من 0 ل 3 دي انا فاهمها، بعد كده 9 دي خاصه بايه انا مش عارف.
لا 9 دي اللي هي الفترة الصفرة دي، بس اللي هي من أول الداشت لاين ده للداشت لاين ده، اللي هي كانت هنا كانت فين هنا، اللي هي كانت جزء continuous هنا. يعني انا بكتب في الاكسس بتاع التايم الجزء الكونتينيوس بس. لا لا لا، انا بس بقول لك ان الفتره دي كانت بكام. انت المفروض على الاكس اكسس انت المفروض تكتب مثلا هنا الاكس دي كانت بكام، اي نقطه انت بتقف عندها بتكتبها كده، الزد ال whatever. تمام. انا كتبتها بس هنا التسعة دي عشان يبقى باين ان الجزء الكونتينيوس ده انا قدرت احسب التايم بتاعه، بس ما قلتلكش ان يعني ما قلتش ان الواي دي بتسعة، لا انا ما اعرفش الواي دي بكام غير لازم اقيس بالمسطرة. تمام تمام كده. طيب اخر حاجة الماس كيرف يا جماعة، الماس كيرف بنحسبه او بنرسمه من ايه؟ من الكرونولوجيكال. ايوه بالظبط، باجي عند الكرونولوجيكال ابتدي اقسمه لارياز فيرتيكال، خلاص يبقى اللود ديريشن بقسمه لحاجات هوريزونتال، لكن الكرونولوجيكال بقسمه لارياز فيرتيكال، فابتدي تقسم دي مثلا اول واحده، دي الثانيه، دي الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، وهكذا. تمام، هتلاقي هتبتدي تحسب الانرجيز بتاعت كل اريا من دول. تمام، هتلاقي في حاجات عندك ترابيزيوم، في حاجات ريكتانجل وهكذا، تبتدي تحسب برضو انرجي 1 و 2 و 3 وهكذا. طيب هو الماس ديريشن كيرف كان عبارة عن ايه علشان برضو تفتكروا معايا؟ الواي اكسس كان الانرجي، والاكس اكسس بتاعه كان التايم، وكان الاكس اكسس بتاعه انهي تايم؟ هو كلوك تايم، كان زي بالظبط الكرونولوجيكال. خلاص، وكنت ببتدي اشوف الانرجيز اللي انا بحسبها اللي هي انرجي 1 و 2 و 3 و 4 والحاجات دي مع الانترسكشن بتاع التايم اللي هي مثلا الساعه 2 الساعه 5 وهكذا. هتبتدي برضو تحط نقط كده زي التاني بالظبط، هيطلع بالشكل ده. تبتدي تشوف كنت بتعمل integration over straight line تطلع parabola، integration over constant تطلع straight line وهكذا. تبتدي تشتغل بالطريقة دي يا جماعة. طيب التشيك بتاعك هو المفروض يطلع ايه يا جماعة؟ انت احنا هنا شغال في مسألة اهو، عايز تتشيك ان انت الانرجيز بتحسبها صح، فلازم البوينت دي كفاليو تطلع نفسها البوينت دي كفاليو. ليه؟ لان دي مجموع الانرجيز ودي هتطلع مجموع الانرجيز، بس دي بتجيبها من اللود ديوريشن كيرف ودي بتجيبها من الكرونولوجيكال كيرف، واتفقنا انه لازم الاريا تحت الكيرف دي تطلع نفس الاريا تحت الكيرف دي، فلازم الانرجي اللي هي البوينت دي اللي هي السميشن بتاع كل البوينتس لازم يطلع بيساوي البوينت دي. تمام كده يا جماعه؟ باشمهندسه تاني بس التشيك الاخير ده. طيب التشيك الاخير انه لازم البوينت دي اللي هي السميشن بتاع الانرجيز، مش دي كده اللي هي اعلى واحده اللي هي كنت بتجمع عليها كل دول زائد اخر انرجي، فدي كده كانها سميشن او الاريا تحت الكيرف كله، فدي هتبقى بتساوي ايه؟ النقطه دي لازم تطلع بتساوي النقطه دي، لان دي كمان اللي هي الانرجي دي رقم 4 او البوينت رقم 4 كانت كنت بتجمع عليها كل اللي قبلها، فلازم التوتال سميشن او الانرجي كلها، التوتال انرجي بتاعت اللي بتطلعها من هنا لازم تطلع هي بتساوي نفس الرقم ده. حد مثلا هيقول لي طب انا كنت هنا بحسب عن طريق سكيل ودايمنشنز، يعني بقيسها بالمسطره وحاجات كده، فيطلع اكيد في ناس بتقرر، فاكيد مفيش مشكله، بس انت على الرسمه طلع مثلا انه الانرجي دي 1150 مثلا، طلعت دي مثلا 1152 فور اكزامبل يعني، فانت عندك فرق بس في اللي هما الاثنين دول، فانت انت طلع لك كده، بس انت اكتشف على الرسمه هتكتبها 50 زي دي او هتكتب دي 52 عشان يبقوا زي بعض يعني. تمام تمام يا باشمهندس. شكرا باشمهندس. هو الكيرف اللي على اليمين ده كيرف ايه بالظبط؟ اللي هو على اليمين خالص ده اللي هنا ده الانرجي كيرف، ده اسمه الانرجي كيرف. طيب الكيرف ده اسمه ايه اللي هو الصغير اللي رسمته هنا ده؟ اسمه الماس كيرف. خلاص، الانرجي كيرف الانرجي بتاعته بتبقى على الاكس اكسس،
والواي اكسس بتاعته بتبقى باور، لكن الماس كيرف بيبقى الانرجي بتاعته على الواي اكسس والاكس اكسس بتاعه هو الكلوك تايم. طيب افتكر دايما ان الماس كيرف ده يا جماعه اللي هو قلنا بيعبر عن عداد الكهرباء، فانت لو متلخبط افتكر دايما ان اخر كيرف خالص اخدناه اللي هو الرابع هو اللي بيعبر عن عداد الكهرباء، اللي هو لو قست عند كل وقت في خلال اليوم هيطلع لي الانرجي برقم معين او بفاليو معين. يبقى الاكس اكسس بتاعته هو الكلوك تايم والواي اكسس بتاعته هي الانرجي بتاعتك. تمام، اي سؤال يا جماعه في الكلام ده؟ طيب زي الفل. ماشي، المفروض ان احنا نشوف باقي المسألة. خلاص احنا رسمنا اللي هو كده، خلصنا A و B. عايزين بقى نحسب اللود فاكتور بتاع السيستم. طيب اللود فاكتور هو عبارة عن ايه؟ هو عايز يحسب اللود فاكتور والكاباسيتي واليوتيليزيشن فاكتور لو الكاباسيتي بتاعت الستيشن 125 ميجا. طيب تعالوا بقى نكتب الكلام ده في تكست كده علشان ايه. لسه معلش عندي سؤال. اتفضل. هو اخر كيرف اللي احنا جبناه بتاع الماس كيرف ده، احنا بنجيب الانرجي من اول كيرف احنا عملناه صح؟ بالظبط. طب احنا هنقسمها ازاي بقى؟ 1 2 3 4 برضه زي ما عملنا في اللود كيرف. اه بالظبط، هتقسمها ارياز فيرتيكال زي ما انا مقسماها كده، خطوط الحمراء دي كل اريا فيرتيكال تحسبها بكام. يعني هنا مثلا دي اول اريا، دي تاني اريا، دي الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه. هتروح تحسب كل الارياز دي بارقام، تمام، وتيجي تكتب بقى اول بوينت هنا اللي هي تبقى اريا رقم واحد. طب تاني بوينت اللي هي تبقى اريا واحد زائد اريا اتنين. طب تالت بوينت السميشن بتاع اللي مهم العدد، بس ان هو في الاخر مجموعه ما يبقى زي مجموع الاربعه اللي احنا جمعناهم. بالظبط بالظبط، انا مش فارق معايا هنا هيطلعوا مثلا ستة ولا سبعة ارياز، لكن في الاخر مجموعهم لازم يطلع التوتال بتاعه زي التوتال بتاع دي. هنا كان اربعه بس مثلا، فانت مش فارق معاك، انت هنا بتقسم ارياز تقدر تحسب لها الانرجي، بس هي دي الفكره. لكن في الاخر الاريا تحت الكيرف التوتال كلها لازم تساوي الاريا تحت الكيرف التوتال دي كلها. تمام، شكرا جدا. العفو. طيب عايزين نحسب يا جماعة، هنا قلنا اللود فاكتور، فاللود فاكتور هو البي افريج على البي ماكسيمم. طيب حد يقدر يقول لي هيساوي ايه؟ او البي افريج هو عبارة عن ايه؟ الانرجي توتال على التايم توتال، واحنا معنا الانرجي. على التايم مضروب في البي ماكسيمم. الانرجي معانا؟ اه معانا في الكيرف بتاع الماس والتايم في الكيرف بتاع الماس. بالظبط، انت بعد ما هترسم كل الكلام ده هيبقى معاك التوتال انرجي بكام، فهيبقى الانرجي دي رقم معاك واتيفر. مثلا هنقول الرقم اللي احنا كتبناه اللي هو 1150 فور اكزامبل. يا جماعه انا مش بكتب ارقام حقيقيه دلوقتي، انا بقول ان الرقم ده هو مثلا اللي طلع معايا التوتال بتاعي، فهيبقى هو ده التوتال انرجي. طيب مقسوم على عدد الساعات خلال اللي هي الفتره كلها اللي هي البريودك تايم يعني، فيبقى كام ساعة؟ 24. 24 ساعة بالظبط، لأن احنا هنا كنا شغالين لبيريود يوم، دي فور دي بس. طيب مضروبة في البي ماكسيمم، البي ماكسيمم بكام؟ 100 بالظبط، اللي هي ال 100 ميجا. طبعا حاول تظبط اليونتس هنا، مثلا هي 100 ميجا، شوف ال 1100 دول طالعين بقى بالميجا برضو، اعتقد هيطلع ميجا وات اور يعني، فظبط بس اليونتس عشان ايه ما يبقاش مثلا كاتب فوق الانرجي بالكيلو وقاسم تحت على باور بالميجا يعني. بس هيطلع لك في الاخر اللود فاكتور برقم معين، لازم الرقم ده يطلع اكبر من واحد ولا اقل من واحد يا جماعه؟ اقل من واحد. بالظبط، لازم الرقم ده زي ما اتفقنا يبقى اقل من واحد او بيساوي واحد. خلاص باشمهندس. ايوه اتفضل. واحنا جبنا البي افريج ازاي تاني؟ معلش، البي افريج هي عباره عن الانرجي مقسومه على التايم. انهي انرجي وانهي تايم؟ الانرجي اللي تحت الكيرف كله مقسومه على البيريودك تايم. طيب الانرجي التوتال دي اللي هي الاريا تحت الكيرف ده او الاريا تحت الكيرف ده، انا كنت حاسباها اوريدي لما جيت ارسم الكيرفين اللي هم الانرجي والماس كيرف. مش احنا اتفقنا ان احنا بنجمع كل يعني بحسب الانرجيز دي كلها سيبريت وبعد كده بجمعهم في الاخر علشان اوصل لاعلى بوينت من هنا واعلى بوينت من هنا.
فانا كده معايا التوتال انرجي اللي هي، وهنفترض اللي هي ب 1150 دي، يبقى دي كده التوتال انرجي. طب عايز اقسم على التوتال تايم، التوتال تايم بتاعنا ايه؟ احنا هنا كنا بنرسم بير داي، الكرونولوجيكال بير داي، اللود ديوريشن بير داي، يبقى عدد ساعات اليوم اللي هي 24 ساعة. طيب المفروض ان هي تحت كمان في الدينومينيتور في البي ماكسيمم، خلاص البي ماكسيمم بتجيبه على طول من الكيرف، باين عندك اهو اعلى باور عندك اللي هي ال 100 ميجا، يبقى هتضرب في ال 100 ميجا. تمام تمام يا باشمهندس ماشي. طيب ده كده بالنسبه لللود فاكتور يا جماعه، واتفقنا ان هو يطلع اقل من واحد او بيساوي واحد. طيب بالنسبه لليوتيلايزيشن فاكتور، بيساوي ايه اليوتيلايزيشن فاكتور باشمهندس؟ معلش، هو الماس كيرف لازم يتجاب من الكرونولوجيكال؟ يعني خلينا نثبتها ان هي من الكرونولوجيكال عشان ما تتلخبطوش، لان نفس الاكس اكسس بتاع الماس كيرف هو نفسه الاكس اكسس بتاع الكرونولوجيكال كيرف. هنا ينفع يا جماعه بس بتلخبط قوي يعني صعبه، فاحنا دايما خلينا مثبتين ان الانرجي بنجيبه من اللود ديوريشن، لكن الماس كيرف بنجيبه من الكرونولوجيكال لود كيرف. تمام. طيب اليوتيلايزيشن فاكتور بقى هو عباره عن البي ماكسيمم على البي كاباسيتي، صح كده؟ طيب ايه هي البي ماكسيمم بتساوي كام؟ 100. given في المساله ان البي كاباسيتي 125 بالظبط، الستيشن كاباسيتي اهي ب 125 كانت given، هنقسم ال 100 على ال 125 يطلع لك اليوتيلايزيشن فاكتور بكام. طيب اخر حاجه عايز برضو يحسب الكاباسيتي فاكتور. الكاباسيتي فاكتور هي الافريج على البي افريج على البي كاباسيتي. طيب الافريج هنحسبها ازاي؟ مش احنا جبناها الاي على التي؟ بالظبط، هي خلاص انت خلاص دلوقتي بقيت عارف الافريج ان هي الانرجي على التي على التايم مضروب بقى تحت في الدينومينيتور في البي كاباسيتي، فتروح تحسب الكاباسيتي فاكتور بكام. تمام كده يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال في المساله دي؟ هي المساله بس بتبقى طويله شويه في الرسومات، لكن بعد كده اي فاكتور خلاص انت عارف القانون بتاع كل حاجه من دول، فبتبقى سهله قوي ان انت تعوض فيه على طول تعويض مباشر. تمام. طيب اي سؤال؟ ماشي ندخل على هو الميد ترم داخل في الشيت ده بس اي ثينك يعني انا هتصل بالدكتور برده اتاكد منه لو هيبقى في شيت تاني ولا لا، بس اعتقد ان هو هيبقى شيت 1 بس يعني، بجانب طبعا المحاضرات يعني شيت 1 زائد ممكن يبقى فيه جزء نظري من المحاضرات يعني. طيب خلينا ندخل على المسألة اللي بعدها دي، كده كانت مسألة رقم 7، خلينا سايبينها هنا. طيب ونفتح بورد جديدة. طيب المسألة اللي بعد كده اللي هي مسألة رقم 8. طيب برضو هديكوا كده دقيقة ولا حاجة تقروا فيها المسألة دي وتقولوا لي هنحلها ازاي. مهندسة، هو ايه الفرق بين diversity factor اللي هو بتاع اللودز و diversity factor between اللودز؟ مش فاهم يعني ايه الفرق بين الاتنين.
طيب هنقول دلوقتي. طيب بصوا كده، تعالوا نقرأ المسألة دي سوا ونحاول نرسمها علشان يبقى شكلها واضح شوية بالنسبة لنا أكتر. طيب هبتدي نرسم نشوف كده. بيقولك إن أنا عندي فيدر، فيدر ده يعني شبه الترانسفورمر كده شوية، أو حاجة شبه الترانسفورمر فعلا، فيدر كده خلاص، في مجموعة أحمال معينة. طيب حاطط على عندي 3 distribution transformer، يعني عندي 3 distribution transformer، يعني عندي 3 transformer كده بالمنظر ده بيغذوا أحمال معينة، 3 transformers بالمنظر ده بيغذوا أحمال. طيب وده الفيدر بتاعهم اللي هو ده الترانسفورمر اللي بيغذي الثلاثة ترانسفورمرز اللي بعده، تمام؟ طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك which feed the following connected loads. اول ترانسفورمر كان عليه موتور لودز، يعني احمال المواتير، كانت الاحمال دي كconnected load يعني ب 30 كيلو وات، لكن الديماند فاكتور بتاعها ب 0.6. يبقى اداني هنا حاجتين، اداني ان انا عندي مواتير موتورز خلاص الأحمال بتاعتها ب 30 كيلو وات، والديماند فاكتور ب 0.6. طيب فيها إيه كمان؟ فيها commercial loads، يعني برضو أحمال اللي هي تجارية زي محلات مثلا أو كده، ال connected load بتاعها ب 10 كيلو، والديماند فاكتور بتاعها ب 0.5. يبقى في هنا غير المواتير، يبقى دي كانت أول حمل، في حمل كمان commercial خلاص أعداده أو الـ connected load بتاعه ب 10 كيلو، والـ demand factor بتاعه ب 0.5. ماشي؟ طيب ده كده بالنسبة لأول transformer. تاني transformer قال لي إن أنا عندي residential loads، أحمال سكنية، التوتال بتاعها 50 كيلو، والـ demand factor بتاعها ب 0.4. طيب الترانسفورمر التالت برضو عندي أحمال سكنية 50 كيلو، والديماند فاكتور بتاعها ب 0.5. طيب ابتدى يقول لي إيه بعد كده؟ قال لي إن أنا عندي diversity factor for the loads on the three transformers may be taken. يبقى اداني، ابتدى يديني diversity factors للترانسفورمرز اللي هي التلاتة ترانسفورمز، التلاتة ترانسفورمرز اللي عندي 1.8 2.5 3. فالمفروض ان ده كده بالترتيب، يعني الترانسفورمر الاولاني كان الدايفرستي فاكتور بتاعه ب 1.8، الدايفرستي فاكتور بتاعه الثاني ب 2.5، الدايفرستي فاكتور بتاعه الثالث ب 3. طيب بعد كده قال لي ان الدايفرستي فاكتور بين الترانسفورمرز may be taken as 1.1. يبقى ده اللي هو انهي يا جماعه؟ ما بينهم هما الثلاثه، يعني ده الدايفرستي فاكتور بتاعه ب 1.1. باشمهندس يعني ما بين الترانسفورمر ده اللي هيبقى جروب ولا ده هيبقى البيك؟ ما بينهم ده الجروب، ما بين الترانسفورمرز الجروب، لكن ما بين ما بين الاحمال ذات نفسها بتاعت الترانسفورمر هتبقى البيك. لا خلينا بس واحده واحده، خلينا واحده واحده. دلوقتي البيك هو البي ماكسيمم على الشير خلاص. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا دلوقتي انت عندك ال connected load وعندك ال demand factor وعندك diversity factor، فانت عايز تحدد ده diversity بتاع او group diversity ولا peak diversity، صح كده؟ تمام. طيب تعالوا نشوف هي الفكرة في ايه. الفكرة ان هو عايز يعرف، تعالوا نشوف السؤال علشان نعرف اجابة السؤال هي تبقى عبارة عن ايه. هو بيقولك عايز يعرف ال peak load على كل transformer، on each transformer عايز يعرف ال peak load بتاعه. تاني حاجة عايز يعرف ال peak load بتاع الفيدر. طيب تعالوا نشوف كده البيك لود بتاع each transformer. دلوقتي لو انا جيت انا معايا الكونكتد لود بتاع المواتير ومعايا الديماند فاكتور، والديماند فاكتور هو عباره عن ايه؟ البي ماكسيمم على الكونكتد لود، صح كده؟ طيب بتاع الكوميرشال نفس الكلام، معايا ديماند فاكتور ومعايا كونكتد لود، يبقى اقدر اجيب البي ماكسيمم بتاعه الجزء ده والبي ماكسيمم بتاعه الجزء ده. طيب لو انا عايز اجيب البي ماكسيمم بتاع الترانسفورمر او اللي على الترانسفورمر ده، فيبقى ده ايه؟ البيك دايفرس فاكتور. لا مش البيك، هما حملين مختلفين مش زي بعض.
مش ما هما حملين مختلفين بس على نفس الترانسفورمر يعني مش دايفرستي فاكتور. بصوا يعني خلينا نفصل دلوقتي شويه البيك والجروب، خلينا نفهم معنى السؤال. يعني احنا دلوقتي عندنا مثلا نوعين حمل، مواتير وكوميرشال. ممكن المواتير دي على فكره تبقى بتغذي كوميرشال برضو، يعني هما مش لازم يبقى يعني فاهم قصدي، هو مديك بس سبيسيفايد كل انواع المواتير اللي عندك او كل سوري انواع الاحمال اللي عندك. فهو قال لك ان هي في شويه مواتير وفي شويه ممكن يبقوا حاجه تانية اللي هي الكوميرشال. خلاص واتفر ان هم نوعين مختلفين، احنا عندنا البي ماكسيم بتاع دي لوحدها وعندنا البي ماكسيم بتاع دي لوحدها، ومعاك دايفرستي فاكتور على الترانسفورمر. خلاص طيب انا عايز اعرف ايه، انا عايز اعرف البي ماكسيم بتاع الترانسفورمر. طب كنت هقدر اجيبه باستخدام البيك دايفرستي فاكتور. هو الديفينيشن بتاع البيك دايفرستي فاكتور يا جماعه، بصوا كده احنا لسه كاتبينه هنا، هو عباره عن البي ماكسيمم على الشير. طب انت معاك البي ماكسيمم او معاك الشير؟ معايا البي ماكسيمم. معاك البي ماكسيمم. خلي بالك البي ماكسيمم دي بتاعه اللود، والشير ده اللي هو في وقت البيك. مش مهندس انا عايز البي ماكسيمم بتاعه الانديفيدوال، يعني بتاعه الحاجه لوحدها. فانا معايا لان هو مديني اللود فاكتور بتاع كل واحده فيهم. طيب لما تجيب الشير عايزين يعني تجيبوا الشير بتاع الموتور زائد الكوميرشال بعد كده تجيبوا السميشن بتاعهم. لا هي مشكلة بس ان انا كنت فاكر ان احنا كنا قلنا ان البيك دايفرست فاكتور بتاع الحاجات اللي مش شبه بعض. مش شبه بعض اه الجروب لازم يكونوا شبه بعض. فاعتقد هنا هنجيبوا البيك. اه ماشي. بصوا يا جماعه اكشلي هما انتوا صح في الديفينيشن ان الجروب بنحسبه مثلا احمال كلها ريزيدنشال، احمال كلها اندستريال، احمال كلها كوميرشال. بس زي ما بقول لك هنا المواتير دي مش نوع حمل مختلف، ما انت عندك في الكوميرشال في مواتير وعندك في الريزيدنشال في مواتير. فهي الفكره ان هو هنا لخبطها سنه بس ان هو اداك قسمهم على جزئين، ان المواتير لوحدها والنوع التاني لوحدها. تمام. بس الفكره هنا ان انت مش هتروح تحسب البيك او الشير بتاع ده والشير بتاع ده وبعدين تجمعهم على بعض. لا احنا هنا هنستخدم الجروب دايفرستي فاكتور. يا جماعه فين المساله اهي، هتحسب الجروب دايفرستي فاكتور علشان هنا انت معاك الدايفرستي فاكتور بتاع الترانسفورمر ده، ومعاك البي ماكسيمم اللي هو الانديفيديوال بتاع ده، ومعاك الانديفيديوال بتاع ده. فتقدر تجيب البي ماكسيمم بتاع الترانسفورمر ده من الجروب دايفرستي فاكتور مش من البيك. تمام. هي بس الفكره ان هي هنا حته بس كانت بتلخبط سنه. طب تعالوا نشوف اللي هي الترانسفورمر الثاني. مثلا الترانسفورمر الثاني ده اللي هو عندك عندك ريزيدنشال لودز، يعني احمال ريزيدنشال كلها، ومعاك هتقدر تجيب البي ماكسيمم من الديماند فاكتور. طيب ومعاك الدايفرستي فاكتور، هنا هتقول ان يعني هتستخدم انهي فاكتور من التو فاكتورز؟ جروب. الجروب. فهي نفس الفكره في الاولاني، بس هنا بس لخبطك سنه ان هو حط لك مواتير، بس اكشلي احنا في الاخر برضو هنستخدم الجروب لان المواتير دي برضو من ضمن الاحمال، يعني داخله من ضمن الاحمال. فخلينا كده نعرف ان ده الجروب هنستخدمه، طالما هنستخدمه هنا في الكيس دي وهنستخدمه في الكيس دي، هنستخدمه برضو في الكيس دي باعتبار ان هم حاجة واحدة، كأنهم حاجة واحدة يعني. تمام. مش مهندسة هو الباور اللي مديهوني ده مش البي ماكسيمم؟ لا لا لا، لو البي ماكسيمم لازم يقولك ان ده البي ماكسيمم. امال ده ايه؟ ده الكونكتد لودز، دي كل المواتير، دي الاحمال بتاعتها، جمع كل المواتير او جمع كل الكوميرشال، لان عددهم او سوري الباور بتاعتهم 30 كيلو. فدي كده اللي هي الثلاثين والعشرة والخمسين والخمسين، كل ده connected load. اهو connected load. تمام؟ ايوة. هو مش مفروض في transformer 2 و 3 هو انا كده هيبقى عندي group diversity factor هو البيك diversity، عشان كده هو بيتكون من load واحد. لا هو مش load واحد. بص كده هو ال residential، قصدك ان هو يعني كله ريزيدنشال بس. ريزيدنشال بس، فهو هيبقى البيك هو نفس الحوار نفس الجروب. خلي بالكم يا جماعه ان الترانسفورمر ده هو بيغذي ريزيدنشال لودز بس، يعني ده كده زي هو اسمه ديستريبيوشن ترانسفورمر، ده حاجه ترانسفورمر للتوزيع ان هو بيغذي الاحمال الريزيدنشال دي. بس احنا في الاخر البيك ده بنرسمه لايه؟ بنرسمه لكل حاجه، يعني لكل انواع الاحمال.
فاهمين قصدي ايه؟ يعني احنا دلوقتي لو عندنا مثلا اللي هو الترانسفورمر اللي بيبقى في جنب البيت او جنب العماير او كده، مش ده اللي بيغذي العماره؟ طب ما هو ده بيغذي احمال باور مثلا، واحمال لايتنج، واحمال مواتير، واحمال واحمال واحمال. بس ده لما هتيجي تحسب له هتحسب له جروب دايفرستي فاكتور، لان هي في الاخر كلها ضمن او تحت نفس الكاتيجوري، فاهمين قصدي ايه؟ لكن مثلا لو ترانسفورمر بيغذي مستشفى هيبقى برضو بيغذي different type of loads، بس في الاخر هي نوعها كمستشفى. لكن لما تيجي تشوف المستشفى مع العمارة يبقى انت كده هتحسب peak diversity factor، فاهمين الفكرة ايه؟ طب مش مهندسة، ما هو لو قصده في اول ترانسفورمر ان هم اتنين load زي بعض ما كان كتبهم حاجة واحدة، يعني ليه ايه الفكرة ان هو نكتبهم حاجتين وانا هستخدم group diversity factor على اساس ان هم نفس load؟ يعني هي بس حتة كده ممكن يبقى لخبطة، او ممكن تبقى بتتربل ان انت يعني بتشوفك انت فاهم الفكرة ولا لا، او يعني أو ممكن اول موتوز رود يبقى اندستريال والكوميرشال ده يبقى حاجة وانا احلها بيك دايفرستي فاكتور عادي. لا هي مش كده، لان ده في الاخر ديستريبيوشن ترانسفورمر، والديستريبيوشن ترانسفورمر ده بيبقى الباور بتاعته مش عالية ان هي تغذي اكتر من نوع من احمال. يعني السؤال هو اللي مش واضح ولا السؤال ده كده صح؟ يعني ممكن يبقى فيه بس تركية كده ان هو يعني بيتشك عندك اللي هي الفكرة بتاعت ان distribution transformer ان هو مش هي يعني هو بيبقى بيغذي بس نوع الاحمال ده، زي ما بقولك اللي هو بيبقى جنب العمارة او جنب المستشفى او كده يعني، فمش مش هتنفع مش تقدر تستخدم البيك هنا، هنا هتستخدم الجروب يا جماعة. تمام. طب معلش مش مهندسة، او أيوة. الموتورز دي لو شالها وكتب مثلا ريزيدنشال او اندستريال كده مش هتنفع عشان ساعتها يبقى محتاج ترانسفورمر اكبر، مش الديستريبيوشن ده. تمام طيب تعالوا نحلها بقى بارقام، يعني تعالوا نشوف كده. طيب احنا كده خلاص اخدنا كل المعلومات اللي احنا عايزينها من المسألة، خلاص خلينا نكبر بقى كده. طيب اول حاجة هنشوف عند الترانسفورمر الاولاني ده كده ترانسفورمر 1. طيب عايزة ابتدي احسب البي ماكسيمم بتاعة الموتورز، البي ماكسيمم للموتورز بها ازاي؟ بس يا عم فين؟ تو بالديماند فاكتور في الديماند فاكتور بالظبط، هتبقى بتساوي الديماند فاكتور في الكونكتد لودز. طيب اللي هي هتساوي الديماند فاكتور ب 0.6 مضروب في 30 كيلو وات. ممكن حد يحسبها لنا عشان يبقى معانا ارقام كده نبقى حالينا المساله دي بالارقام؟ تمنتاشر كيلو وات، صح كده؟ تمام. طيب عايز احسب البي ماكسيمم كمان بالنسبة للكوميرشال، هتساوي نفس الكلام الديماند فاكتور في الكونكتد لود. طيب الديماند فاكتور بتاعها ب 0.5 والكونكتد لود بتاعتها ب 10 كيلو، يبقى هتطلع ب 5 كيلو وات. تمام. طيب عايزه ابتدي احسب بقى البي ماكسيمم بتاعه الترانسفورمر رقم 1 ده، هنعملها ازاي يا جماعه؟ قلنا ان احنا هنستخدم الجروب دايفرستي فاكتور، صح؟ اللي هو كان السميشن اوف انديفيدوال ماكسيمز، انديفيدوال ماكسيمز مقسوم على الماكسيمم او البيك او الواتيفر، خلاص هسميه زي ما تسميه. طيب الجروب دايفرستي فاكتور معايا ب 1.8 والسم اوف انديفيدوال ماكسيمز انا لسه حاسباه اللي هو 1 ب 18 واحد بخمسة، يبقى 18 زائد 5 تمام كده مقسوم على الماكسيم اللي انا عايز احسبه.
اللي هو بقى هيبقى بيساوي السميشن ده على الجروب دايفيرستي فاكتور اللي هو هيساوي 18 زائد 5 يعني 23 على 1.8. حد يحسبها لنا؟ 12.8 هتطلع 12.8 كيلو وات. تمام كده؟ يبقى احنا كده حسبنا الـ P maximum بتاع الترانسفورمر الأولاني. خلاص؟ خلينا نعمله بلون تاني مثلا بيغيروا كله ماشي ما علينا. طيب الترانسفورمر التاني نعمل فيه ايه؟ هي بي ماكسيم واحدة على طول بالظبط. هي الجروب دايفيرستي فاكتور بتاعه بيساوي نفس الكلام اللي هو السم اوف انديفيدوال ماكسيمم، بس انا ما عنديش هنا غير واحد بس، فالانديفيدوال ماكس هيبقى بكام؟ لو انا هجيب من الديماند فاكتور هيبقى هو البي ماكسيمم. بالظبط هو البي ماكسيمم. لا ثانيه واحده، البي ماكسيمم اللي هو 0.4 في 50 اللي هو الديماند فاكتور مضروب في الكونكتد لود مقسوم على البي ماكسيمم. تمام. طيب انا عايز احسب والديماند والجروب هو ب 2.5، خلي بالك الجروب 2.5 بيساوي 0.4 في 50 على الماكسيمم. تمام. انا عايز احسب بقى البي ماكسيمم بتاع ترانسفورمر رقم 2 ده هيساوي اللي هو الماكسيمم على ال 2.5 هيطلع بكام؟ 8 كيلو وات. طيب ثالث ترانسفورمر نفس الكلام، البي ماكسيمم على طول بقى بتاع ترانسفورمر رقم 3 هيساوي 0.5 اللي هو الديماند فاكتور مضروب في الكونكتد لود هيطلع ب 25 مقسوم على الجروب دايفيرستي فاكتور اللي هو ب 3 هتطلع برضو ب 8 وشويه. صح؟ مش مهندسه هو حضرتك كنت بتقول السكشن اللي فات لو مثلا عندنا هوسبيتال واحده او حاجه واحده كنا بنقول جروب دايفيرستي فاكتور بواحد، صح ولا ايه؟ لا لا لا، انا بقول لك لو الجروب دايفيرستي فاكتور ده بيحصل يعني الكيرف بتاعه بيحصل في نفس يعني مثلا انت عندك دلوقتي شقه خلاص ومفيش غيرها او مستشفى ومفيش غيرها في اللوكاليتي كلها، طب هل انت ضامن دلوقتي ان الشقه دي او المستشفى دي مفيش غيرها في اللوكاليتي كلها، ولا هو بس مدينا جزء من اللوكاليتي او جزء من الفيدر؟ لو كانت بواحد يا جماعة كان ساعتها هيقولك ان الجروب دايفيرستي فاكتور اللي احنا كاتبينه باتنين ونص او بتلاتة دي كان ساعتها هيبقى بواحد، بس اكشلي هو مش بواحد. ليه؟ لان هو اصلا في السؤال بيقولك ان انا عندي ريزيدنشال لودز يعني احمال كتير ريزيدنشال، وهنا برضو كوميرشال لودز وموتور لودز، دول حاجات كتير يا جماعة، دول اكتر من حاجة فليهم جروب طبعا. هو بس في الاخر مديك الكونكتد لود بتاعهم والديماند فاكتور عشان تحسب منه البي ماكسيمم بتاعهم كلهم كانه ايدنتيكال لبعض، فانت ما بتحسبش الواحده وتضرب في عددهم، لا بتحسب ليهم كلهم مره واحده. تمام تمام ماشي. طيب ماشي، احنا كده حسبنا البي ماكسيمم بتاعه كل ترانسفورمر من الثلاثه. طيب السؤال اللي بعده او البي بتاعه كان بيقولك عايز يحسب البيك لود اون ذا فيدر، يعني عايز يحسب البي ماكسيمم على الفيدر بقى، فهو هنا ادانا برضو الدايفيرستي فاكتور بتاع الفيدر، فهنعمل ايه؟ هنجمع اللودز ونقسمهم على الدايفيرستي فاكتور. بالظبط هنشتغل بنفس الطريقه ان انا برضو الجروب دايفيرستي فاكتور بيساوي السم بتاع الانديفيدوال، بس الانديفيدوال بقى دلوقتي بقى كانه بتاع الترانسفورمر الاولاني اللي هو ده زائد ده زائد ده. تمام كده؟ طيب الجروب دايفيرستي فاكتور هو كان ب 1.1 بيساوي السميشن بقى بتاع اللي احنا قلنا عليهم اللي هما البي ماكس بتاع الترانسفورمر الاولاني اللي هو كان ب 12.8 زائد
البي ماكس بتاع ترانسفورمر التاني اللي هو ب 8 زائد البي ماكس بتاع التالت اللي هو 8.3 او 33 whatever سوري مقسوم على البي ماكس بتاعت الفيدر. من هنا هتطلع البي ماكس بتاعت الفيدر 26.5. حد عنده مشكلة يا جماعة في الكلام ده؟ طيب آخر مسألة في الشيت أو آخر مسألة يعني نقصلنا نعملها في بورد تانية برضو. طيب اللي هي رقم 9 دي خدوا برضو دقيقة كده لحاجة أروح وقولوا لي برضو هنعمل فيها إيه. طيب حد عنده اي فكره يا جماعه هنعمل ايه في المساله دي؟ هو بيقول لك ان انا عندي تلات انواع محطات بيغذوا الحمل ده. اول واحده فيهم اللي هي ران اوف ريفر، يعني زي نهر جاري كده زي نهر النيل او حاجه زي كده. بعد كده الثيرمال اللي هي زي الستيم او محطه يعني اللي هي بتستخدم وقود ثيرمال. وتالت محطه ريسيرفوار اللي هو خزان يعني بيستخدم الانرجي بتاعته. طيب اداك الريشيوز بتاعه الانرجيز الثلاثه لبعض اللي هو الستيم هيبقى 7 تو 4 تو 1 الستيم تو ران اوف ريفر تو ريسيرفوار. طيب عايزك تحسب ايه؟ عايزك تحسب الران اوف ريفر از كابابل اوف جنريتنج باور كونتينوسلي اند ورك از بيس لود. دي اول حاجه بيقول لك ان الران اوف ريفر ده شغال على مدار الفتره كلها، فبنسمي اليونت او المحطه اللي تقدر تشتغل على مدار البيريد كلها كده كونستنت بنسميها بيس لود. وهنعرف لها برضو حاجه تانية هتبقى مهمه، فاكتور مهم نبقى عارفين. بعد كده بيقول لك estimate the maximum demand، يعني احسب لي الماكسيمم ديماند بتاع كل ستيشن فور ايتش ستيشن، واحسب كمان اللود فاكتور اوف ايتش ستيشن. عايز يحسب البي ماكسيمم بتاع كل واحده يعني الباور ماكسيمم بتاعتها واللود فاكتور كمان بتاعها. طيب تعالوا بقى نفتح ال نكبر دي. طيب حد عنده اي فكره هنعمل ايه يا جماعه؟ هجيب الانرجي،
حلو، هجيب الانرجي اللي هي ايه؟ هي اسمها هوريزونتال. بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه. لا قولي يعني دلوقتي هتحسب الانرجي بتاعت ريسيرفوار لوحدها والثيرمال لوحدها والران اوف ريفر لوحدها. اه هتحسبهم ازاي؟ هم فيرتيكال قصدي هوريزونتال. ماشي. اكتشلي هو عايز يحسب ايه يا جماعه؟ هو عايز يحسب البي ماكس. ما هتيجي على الكيرف اللي هو كان رسمه ده هتلاقي ان هو كان قايل لك ان سوري الران اوف ريفر بيغذي او بيسبلاي الحته دي في اللود اللي هي لحد الداشد لاين الاحمر ده، والثيرمال يونت بتغذي لحد الخط الاحمر ده من هنا لهنا خلاص، والريسيرفوار بيغذي الجزء اللي هو التريانجل اللي فوق ده. طب هو ايه المعلومات اللي مديها لك على الكيرف ده؟ مديك الماكسيمم فاليو بتاعه اللود اللي هي 160 كانت ميجا اظن ميجا ومديك البوينت اللي هي هنا دي خلاص ب 80 ميجا. تمام. طيب لو جيت انت تحسب الانرجي اللي هي بتاعه الران اوف ريفر هتبقى محتاج تعرف اللينث والويدث، فهتلاقي ان اللينث بتاعها ب 8760 بس الويدث بتاعها مش معروف. هل تقدر تعرفه؟ ممكن من الشير اللي هو مداري او الريشيو دي اقسم ال 160 وابتدي اكمل بيها الاكسس. هتقسم ال 160 اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي ال 7 على 4 على 1 هيبقى التوتال بتاعهم، واحط تحتيها ال 160 وبعدين اعمل كروس مالتيبليكيشن هيبقى حلو. احنا هنعمل كده بس اكشلي هو بيقول لك الريشيوز دي بتاعت ايه؟ بصوا كده اقرا كويس. الريشيوز اوف ذا كيلو وات اور جنريتد باي ذا 3 ستيشنز. الكيلو وات اور دي اللي هي ايه؟ اللي هي الانرجي. ممكن اضرب ال 160 بقى في ال 8760. نجيب الانرجي كيرف الاول. نجيب الانرجي. هتضرب ال 160 في ال 8760؟ تقسمهم كيلو وات. لا كيلو وات اور يبقى هضرب الاثنين في بعض. لا هتضرب الاثنين في بعض. الباور في الانرجي يبقى لازم يبقى الشكل ده بالنسبه لك ريكتانجل. علشان تضرب الباور اللي هي 160 في 8760 تجيب التوتال انرجي. يعني كده اجيب الاريا بتاعت الترابيزيوم اللي هي هاف بيز وان بلس بيز توتال هايت. بالظبط كده. بالظبط كده يا جماعه. يبقى اول حاجه هاجي عند الريشيو دي اقول التوتال خلاص، وابتدي اجمع الكلام ده كله اللي هو 7 زائد 4 زائد 1 هيطلع 12 خلاص. خلاص طيب. طيب تمام ماشي. بعد ما قلت ان هما ب 12 التوتال بتاعهم ده التوتال اوف انرجيز يا جماعه، فلازم اكتب تحت التوتال ده لازم اكتب الانرجي التوتال اللي هي الاريا تحت الكيرف. طيب حد يقدر يقول لي الانرجي توتال اللي هي الاريا تحت الكيرف بتساوي ايه؟ دي اللي هي اريا اندر ذا كيرف. ممكن اقسمها لجزئين، الصم بتاع الريكتانجل والصم بتاع التراينجل. طيب هل انت ما تقدرش تحسبها على مره واحده؟ نقدر نحسبها مرة تبقى نص. نحسبها مرة واحدة. أيوة هتبقى نص. area of trapezium يا جماعة هتبقى نص. ماشي خلينا اكتبها 0.5 علشان تبقى مرة واحدة في 80 بلس. أيوة اللي هي base 1 زائد base 2 بالظبط في الهايت. الهايت بتاعك بكام؟ ده هو 8760 بالظبط كده. يبقى احنا كده حسبنا التوتال انرجي يا جماعه اللي هي الاريا تحت الكيرف. هتطلع خليني اقول لكم برده كارقام، هتطلع ب 1.25 × 10^6 ميجا وات اور دي باور 6. ها بس انا مش عارفه اكتبها بس باور. طيب دي كده الانرجي التوتال. طيب استفدت ايه لما جبت الانرجي التوتال؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن. ايوه بالظبط. اقدر اعمل دلوقتي كروس مالتيبليكيشن اجيب الانرجي بتاعه الستيم واجيب الانرجي بتاعه الران اوف ريفر واجيب الانرجي بتاعه الريسيرفوار لوحدها كل واحده لوحده. فابتدي احسب فعلا اول حاجه الانرجي بتاعه الستيم اللي هي هتساوي السبعة في الانرجي توتال
على ال 12 صح كده؟ هتساوي بستة واحد تلاتة اتنين زيرو زيرو ميجا وات اور. ابقوا برضو تشيكوا على الارقام دي. بعد كده احسب الانرجي بتاعة الران اوف ريفر، هتبقى بتساوي اربعة في الانرجي توتل مقسومة على ال 12، هتساوي تلاتة خمسة زيرو اربعة زيرو زيرو برضو ميجا وات اور. طيب الانرجي بتاعة الريسيرفوار هتساوي واحد في الانرجي توتل مقسومة على ال 12، فهتطلع ب 8700 بسوري ب 87600 ميجا وات اور. طيب حلو قوي. بعد ما حسبت لكل واحدة الانرجي بتاعتها، طيب الهدف ايه يا جماعة؟ الهدف ان انا اوصل للبي ماكسيمم بتاعت كل واحدة. يعني ايه البي ماكسيمم بتاعت كل واحدة؟ بصوا كده معايا، البي ماكسيمم بتاعت الران اوف ريفر اللي هي دي، البي ماكسيمم بتاعه الثيرمال اللي هي دي، البي ماكسيمم بتاعه الريسيرفوار اللي هي دي. فانا عايز اعرف دي بكام، اللي هي هسميها مثلا بي 1، دي بي 2، دي البي 3. طيب حد عنده اي فكره كده ممكن نعمل ايه او نحلها ازاي؟ هاي يا جماعة، مش مهندسين البي واحد في 8760 هتساوي الاي واحد ولا اللي هي الانرجي بتاعت الران اوف ريفر صح كده؟ لان دي كانت ريكتانجل، فبالظبط البي 1 هي عباره عن البي 1 في 8760. يعني اقدر اقول سوري اقدر اقول ان الانرجي بتاعه الران اوف ريفر بتساوي البي 1 في 8760 خلاص. وانا اوريدي كنت حسبت الانرجي بتاعه الران اوف ريفر، فاقدر احسب بقى منها ال P1 الانرجي بتاعه الران اوف ريفر اللي هي كانت ب 350400 تمام، بتساوي ال P1 في 8760. طيب هنطلع من هنا ال P1 بتساوي 40 ميجا وات تمام كده. يبقى ال P1 اللي هي ال P maximum بتاعت الران اوف ريفر خلاص. حد عنده اي مشكله فيها؟ طيب لو عايز احسب كمان بالمره اللود فاكتور بتاع الران اوف ريفر، اللود فاكتور هو البي افريج على البي ماكسيمم. طب البي افريج بتاعت الران اوف ريفر هي ايه؟ هي الانرجي بتاعته على ال 8760 صح كده؟ هتبقى هي مش كده؟ بالظبط. فتطلع هي ال P maximum، فيطلع اللود فاكتور بكام؟ بواحد. فعشان كده كنت بقول لكم ان الحاجه اللي بتشتغل على مدار الفتره كلها بطريقه ثابته اللي هي بنسميها البيز لود يا جماعه، المعلومه اللي بنبقى عارفينها منها كمان ان اللود فاكتور بتاعها بواحد. ليه بواحد؟ لان الافريج فاليو هو الماكسيمم فاليو. مش انا عندي المنظر هو الشكل حاجه كونستنت كده، ده الران اوف ريفر فالبي ماكسيمم بتاعته هي نفسها الافريج بتاعته، فبالتالي هيطلع بيساوي اللود فاكتور بواحد تمام. حد مش فاهم؟ طيب نكمل. هي هنعمل ايه بعد كده يا جماعه عشان احسب P2 و P3؟
مش مهندسة، هو ينفع لو الكيرف داتو سكيل اشتغل ان هو لو كذا سنتي يبقى بكذا وات؟ لا 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 مش هتلاقيته سكيل خالص. بص كده هو هتلاقيه بس مرسوم كده كروكي مش تو سكيل يعني، فمش هتعرف تقيس بالمصدر. هو عايزك تحسبها بالماثيماتكس او بالتريجنومتري بتاعت الشيب ده يعني. انا ممكن اجيب معادله افرض ان التايم مثلا اكس ماشي والباور واي تمام، وابدا احل بكده. يعني هتقول ايه؟ هقول ان انا قلت التايم اكس، فاقول اكس على 8760 هيساوي واي، واي على 160. طب انا ده ايه بقى اللي انت بتعمله ده؟ مش عايز اجيب معادله للخط المايل عشان اقدر اجيب. ثانيه اجربها بس اقول لك تاني. طيب ماشي فكروا فيها كده 10 ثواني ولا حاجه. مش مهندس انا ممكن اقول ان الاريال هي 8760 دي ماشي. ال 80 دي عباره عن بي 1 زي بي 2. لا مين قال؟ بص كده ال P2 هي من الخط الأحمر الداشت لحد الخط الأحمر الداشت ده. تمام؟ فالتمانين هنا هي هنا عند ال عند الانكلينيشن، عند نهاية الانكلينيشن أو نهاية السلوب. خليني طب نعمل كده. ممكن أعمل energy total minus اللي هي مثلا اللي هي بتاعت ال B1 ده، يبقى عندي الحتة اللي فوق أعملها بالريشيو. لحظة واحدة بس همسح دي علشان نرسمها بطريقة أحسن شوية وبعد كده هنشوف. بص كده دي كده الـ P2 أهي من أول هنا لحد هنا. مش مهندس احنا ممكن نجيب B3 على طول ازاي برضو؟ إن احنا معنا الـ energy بتاعت الجزء بتاع الـ B3 ماشي، وعارفين إن هي اخيرها عند ال 160 مثلا، فمحتاجين نعرف مقدارها لنقصهم 160 فنجيب لحد الفاصل عند البي 3. طيب انا دلوقتي معايا الانرجي بتاعه اللي هو ده كان الريسيرفوار. خلاص الريسيرفوار ده الانرجي بتاعته هي اريا اوف تراينجل. تمام الاريا اوف تراينجل هي هاف البيز في الهايت، هسمي دي ايه مثلا واسمي دي بي. هل انت معاك الاي اللي هي البي ماكسيمم 3 او معاك البي اللي هو التايم ده؟ مش مهندس لا تمام بالظبط، فمش تعرف تحسب يعني. خليني طب ثانيه واحده. ايوه مين اللي بيجاوب؟ انا ديفيد. طيب اتفضل يا ديفيد. معايا الاريا اللي هي بتاعت اللي هي البي 2 بلس البي 3 اللي هي الاريا التوتال ماينس الاريا بتاعت البي 1، وهتبقى الاريا دي بتاعت ترابيزيوم اللي هي هاف بي 1 بلس بي 2، فأقدر كده أجيب منها اللي هي البيز اللي أنا معايا منهم بيز واحدة اللي هي بتاع البي 1 اللي هي الحتة اللي هي دي اللي هي فأقدر منها أجيب التانية. يعني عايز طب هتقسم معيش تسمي الصوت بس. ما سمعتش كمان. بقول لك لما انت جبت البيز التانية دي استفدت ايه؟ انت اكتشلي من غير ما تعمل اللي انت عملته ده انت عارف ان الحد هنا 80 وانت معاك ال P1 بكام، يبقى 80 ناقص ال P1 جبت الحتة دي من غير ما تعمل ال area of triangle of الاتنين مع بعض والترابيزيوم والكلام ده كله. طب ما بقيتها لسه فوق وهي ما جبتهاش كلها. مش احنا عندنا ده البيز الاولاني اللي هو P2 زائد P3 وده البيز الرقم واحد وده الهايت. انا ممكن اطرح الحته اللي انا جبتها من الانرجي بتاعت البي 2 على بعضها اللي هي الاي 2 على بعضها، فاجيب الانرجي بتاعت الحته الصغيره اللي فوق واجيب منها البيز الثالثه. لا ثانيه، هو الترابيزيوم من اول هنا لحد هنا ده كده الترابيزيوم، وبعد كده دي بقيته. شايف الشكل اللي انا بمشي عليه ده؟ كان قصدي نجيب الريكتانجل الصغير ده لوحده وتبقى الترابيزيوم هو الحته اللي فوق بس.
اللي فوق ال 80 بس. اللي فوق ال 80 ده ريكتانجل تريانجل سوري. لا اللي هي الحته اللي هي مكتوب فيها بي اللي هي دي. اه ماشي. طب هتعملها ازاي؟ انا معايا الاريا التوتال ومعايا الاريا بتاعه المكتوب فيها سيرمن، فلما اطرحهم من بعض يديني الاريا بتاعه الترابيزي. اللي بالك السيرمن اللي هو من هنا لهنا ماشي، اللي هو داخل فيه الاريا بتاعه البي دي. ماشي. ما انا ال 80 دي هطرح منها البي 1، فيبقى معايا الحته الصغيره دي في 8760، يبقى انا جبت الاريا بتاعه اللي مكتوب فيها سيرمن بس. اه ماشي. واطرحها من الاي توتال الاي اللي هي سوليد اي 2، فيديني الحته اللي مكتوب فيها بي بس. اوكي. ومعايا ال 80 بيز من الاثنين بيزز، فممكن اجيب البيز الثاني. إيه طب جرب تعملها كده، جرب تعملها، ولو حد عنده فكره تانية اسهل شويه بدل اللفه دي، هي بتتجاب اسهل من كده يعني، فحلها كده وشوف هتطلع نفس الاجابه ولا لا. طيب تعالوا كده نشوف يا جماعه الاريا اللي هي بتاعه الريسيرفوار دي اللي انا كنت لسه بكتبها هنا، هي عباره عن نص في الاي في البي صح؟ طيب يبقى انا عندي كده، انا معايا الاريا بتاعه الريسيرفوار، انا كنت حاسباها اوريدي برقم ومعايا. طيب محتاج كده معايا equation فيها two unknowns، محتاج equation تانية يبقى فيها نفس two unknowns دول، علشان يبقى معايا two equations في two unknowns يبقى أقدر أحلها ببساطة. حد ممكن يقول لي إيه هي equation التانية؟ اللي هي الترابيزيوم اللي تحته. اللي هي فين؟ من أول فين لفين؟ اللي هو ممكن يكون عندي 160 ناقص 80 ناقص إيه؟ دي اللي هي الهايت، وعندي ناقص 80 ناقص ايه اللي هي الحته دي بس. أوه. اللي بيها اللي فيها بي بس، هي الحته دي اللي هي الترابيزيوم اللي تحته. لا مش اللي هي مش اللي فيها بي بس، هبقى اجمع عليها بقى الحته اللي تحتها، هقسمها جزئين يعني. ماشي ماشي. وبعدين هتعمل ايه؟ تمام. الجزء اللي هو الريكتانجل اللي تحته ده سهل. طيب اللي فوقيه بقى، يبقى انا كده عندي 180 ناقص 80 ناقص ايه، وعندي البيز اللي تحته 8760 وعندي البي، يبقى ده التركيز التاني. عندك البي، البي يعني هو البي ده اللي هو المشترك يعني، يبقى كده برضو ايكويشن في الاي والبي. البي هتدخلها في الايكويشن ازاي؟ معلش عشان ما تابعتش معاك. ما هو الترابيزيوم اللي تحته، ما انا محتاج البي ومحتاج 8760 عشان محتاج ال ماشي. انت هنا في الترابيزيوم ده خلاص اللي هو مكتوب فيه بي، انت معاك دي اللي هي ال 8760 بس، ولا معاك الهايت بكام ولا معاك البي بكام؟ ممكن اجيب الهايت بدلاله الايه مش كده؟ هتجيب الهايت اللي هي 160 ناقص ايه يعني؟ 160 ناقص 80 ناقص ايه مش كده؟ ده الهايت. اه بالظبط، اللي هي دي 80 ناقص ايه. تمام. اه ماشي. عايز بقى تجيب الاريا بتاعته عن طريق اللي هي بقى السبتراكشن اللي انت قعدت تعملها دي في الاول؟ ممكن. طيب ماشي تمام، بس في حاجة أسهل. وأنا ممكن أوصل، أنا ممكن أستخدم المثلث الكبير اللي هو المثلث اللي فوق المستطيل. أيوة. وأعمل اللي هو نسبة وتناسب. بالظبط هي دي يا جماعة اللي هي السيميلاريتي، هي شبه اللي أنت كنت بتقولها اللي هو الباشمهندس مش عارفة اسمك إيه معلش ما قلتليش، اللي هو اللي قبلك على طول كان بيجاوب اللي هو برضو هيقعد يعمل 80 ناقص إيه، هي نفس الريشيو هتطلع بالظبط، بس أنت تبقى طولت على نفسك شوية إن أنت تجيب الأريا بتاعت الحتة دي، لكن من غير ما تجيب الأريا بتاعت الحتة دي لو عملت السيميلاريتي بتاعت الترينجل ده اللي هي السيميلاريتي كان بيقول إيه؟ معلش يا باشمهندس، هو ليه نص في اي بي ومش ريسيرفوار ب 40 في 8760؟ ده تريانجل. تمام، يبقى مفيش نص ولا انا مش فاهم؟ مش التريانجل الاريا بتاعته هاف بيس في هايت؟ هو احنا مش الريسيرفوار ده اللي هو اللي تحت اول حاجه تحت خالص؟ لا ده الران اوف ريفر، ده خلاص خلصنا منه، جبنا البي ماكسيمم بتاعته وجبنا اللود فاكتور بتاعه. اللي فوق ده اللي هو الريسيرفوار اللي هو الجزء المثلث الصغير ده. تمام شكرا. العفو. طيب ممكن اللي كان قال لي السيميلاريتي يقول لي هنعملها ازاي السيميلاريتي؟ معلش هقول ان البي ايوه على 8760 تمام هتساوي ايه على 80 اللي هي 160 ناقص 80
بالظبط كده هتساوي الـ A على الـ 80. تمام؟ بقى عندك 2 equations في 2 unknowns اللي هما الـ A والـ B، تقدر منهم ببساطة تشيل واحد وحط مكانه التاني، يبقى هتحل الـ 2 equations سهلة قوي. هتطلع الـ A بـ الـ A بـ 40 ميجا، الـ A هتساوي 40 ميجا وات، والـ B هتساوي 4380، ودي تايم خلي بالكو يعني اليونت بتاعتها بالساعة. طيب بعد ما حسبت الـ A والـ B عايز أحسب اللود فاكتور، أو عرفت الـ P maximum يعني بتاعة الـ reservoir اللي هي هتبقى بتساوي 40، دي الـ P maximum بتاعة الـ reservoir. فاضل لي اللود فاكتور بتاع الريسيرفوار. اللي هو البي افريج على البي ماكسيمم. انا بقى معايا البي ماكسيمم بس مش معايا البي افريج، احسبها ازاي البي افريج؟ الانرجي على التايم بتاعي على اللي هو البي يعني. حلو، الاي بتاعه الريسيرفوار اللي انا اوريدي معايا مقسومه على التايم، خلاص اللي هو البيريودك تايم مضروبه في البي ماكس اللي هي مطلعينها ب 40. طيب يبقى معايا الانرجي بتاعه الريسيرفوار اللي هي ب 87600 مقسومه على البيريودك تايم. انهي تايم بقى؟ كنا بنقسم على التوتال بيريودك تايم، يعني على 8760 صح؟ أربعين. حد ممكن يقول لي هي مظبوطة كده يا جماعة؟ فعلا حد ممكن يقول لي ليه ما قسمتش على التايم بتاعها اللي هو البي ده؟ هقوله لأن الديفينيشن بتاع البي أفريج هو كان انتجريشن الباور بالنسبة للتايم مقسومة على البريودك تايم، يعني التايم اللي هيتكرر فيه الفترة دي. طيب هتلاقي ان خلال ال 4380 دي مش بعدها هيرجع يتكرر تاني يبقى فيه مثلث تاني، يعني مش بعد ما الفترة دي خلصت هيجي تاني مثلث تاني يبقى عامل بالمنظر ده كده صح؟ لا، بعد 8760 بعد السنة هيجي بقى تريانجل جديد كده أو شكل تاني جديد بنفس المنظر ده كده، فهيتكرر كل قد إيه؟ كل 8760 يا جماعة. فخلي بالكوا قوي من الحتة دي، إنه التايم اللي أنا بقسم عليه دايما بأكد ان هو البريودك تايم اللي هو التايم اللي هيتكرر فيه الشكل ده، فمش هو التايم اللي هي اشتغلت فيه بس، لا هو التوتال تايم اللي اشتغلت فيه او التوتال تايم اللي هيتكرر فيه الفترة دي تاني. فهو فعلا هيبقى ال 8760 مش ال 4380 دي. حد مش فاهمها يا جماعة؟ طيب جميل، حسبنا اللود فاكتور. عندي سؤال بس معلش، هو اول في ماكسيمم هو الاي ليه مش شايفها في الكيرف؟ ما هي اعلى باور للريسيرفوار ده، فهي هتبقى الفاليو دي اللي هي الاي، مش هتبقى من هيسه من تحت ولا هيسه اللي هي بي 2 اللي هي، لا الريسيرفوار دي محطه شغاله كده، بص دي محطه شغاله الفاليو بتاعتها دي 40 وشغالة لمدة 4380، ففين الـ P maximum بتاعتها؟ 40 هو كان جمعهم يعني في الكيرف، كان جمعهم اللي هم ايه؟ كل الـ energies بتاعت التلاتة stations، كلهم مع بعض اللي هي 160. تمام شكرا. لكن انا عايز اعرف بس بتاعت الريسيرفوار، يبقى هي الـ 40 دي اللي احنا حسبناها اللي هي الـ A. تمام؟ نعم. طيب اخر حاجه بقى خالص اللي هي الثيرمال، عايزين نحسب لها البي ماكسيمم بتاعتها اللي هي البي 2، وعايزين نحسب لها اللود فاكتور بتاعها. حد يقدر يقول لي البي ماكسيمم بتاعه الثيرمال بتساوي ايه؟ تبقى 160 هطرح منها الاثنين بي التانيين. بالظبط، 160 هطرح منها البي 1 وهطرح منها الـ P3 اللي هي P1 ناقص P3. خلاص؟ الـ P1 كانت ب40
والبي 3 كمان كانت ب 40، يبقى 160 ناقص 80 هتطلع ب 80 ميجا وات. تمام. طب اللود فاكتور بتاعها هو البي افريج على البي ماكسيمم، والافريج اللي هي الانرجي بتاعتها، الانرجي الثيرمال او الانرجي بتاعت الستيم يعني عشان نوحد الاسامي، مقسوم على التايم في البي ماكس. الكلام ده هيساوي الانرجي بتاعت الستيم اللي هي 613200 مقسومة على التايم اللي هي اشتغلت فيه، او سوري مش التايم اللي هي اشتغلت فيه، اللي هي هتتكرر فيه، اللي هو البريودك تايم برضو اللي هو 8760 في البي ماكسيمم بتاعتها اللي هي 80، تطلع اللود فاكتور بتاعها بكام. والتشيك بتاعك ان اللود فاكتور المفروض بيطلع اقل من واحد. ماشي. امال الواحد امتى؟ واحد لو البي ماكسيمم بيساوي البي افريج، اللي هو لو المحطة شغالة از ا بيز لود. تمام يا جماعه، اي سؤال؟ عندي سؤال بس بسيط. واحنا لما جينا جبنا الاي توتال اللي هو الاريا اندر ذا كيرف، لما في الناتج يعني ضربنا في 1.05 ليه في الناتج؟ لا ما ضربتش في 1.05، ده الرقم في الاخر هو طلع 1.05 في 10 باور 6 ميجا وات اور. هو طلع كده يعني. جرب تحسبها على الكالكوليتر هتلاقيها حاجه ابروكسيميتد بالشكل ده يعني. طيب اي سؤال يا جماعه؟ باشمهندس معلش، ممكن الريشيو بتاعه ايه على كده عملناها تاني ازاي؟ معلش الريشيو بتاعه السيميلاريتي. طيب الريشيو بتاعه السيميلاريتي انا اخدت، بص كده خليني ارسمها لك بره. انا اخدت المثلث اللي هو الكبير ده اللي هو تحته فيه ريكتانجل، تمام؟ فبدايه المثلث كانت من عند ال 80 ونهايته كانت عند ال 160، خلاص. طيب وانا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف الريسيرفوار الاي بتاعته بكام والبي دي بكام. فكان السيميلاريتي بتقول لك ايه؟ الاي على التوتال سايد ده بتساوي البي على التوتال سايد ده، تمام؟ اللي هو كانك بتجيب سيميلاريتي ما بين المثلث الصغير وما بين المثلث الكبير ده كله اهو. ده على التوتال بيساوي ده على التوتال. تمام يا باشمهندس، شكرا. تمام كده، العفو. اي سؤال تاني باشمهندسه؟ هو معلش، وانا بجيب اللود فاكتور بتاع الريسيرفوار وانا قلت ان هو هيبقى بواحد، بس لو انا مشيت خطوات، انا عمال امشي خطوات مش راضي تطلع معايا واحد. يعني البي افريج مش المفروض الاي بتاعت مش الريسيرفوار بتاعت الران اوف ريفر. تمام. لو مشيتها بخطوات اللي هي دي هتعمل ايه؟ هتقول ان البي افريج، البي افريج بتساوي الاي ران اوف ريفر اللي هي 350400، ايوه، على 8760. اوكي. في البي ماكسيمم اللي هو كام؟ 40. هتطلع واحد ازاي؟ هتطلع واحد مفروض، يعني ممكن يبقى فيه لخبطة في الأرقام. بس المفروض ان هي تطلع واحد. هل الأرقام دي مش مظبوطة؟ انا بس مش معايا كالكليتر للأسف دلوقتي. تمام. وخلي بالك مش انا برضو اللي حل الأرقام دي، يعني دي كانت حد حللها، فانا بس كتبتها لكم عشان يبقى معانا ريفرنس يعني، انما ممكن يبقى ملخبط مثلا. فانت شوف الارقام، بس هو لازم الران اوف ريفر طالما مش بشكله كده الافريج بتاعه هو الماكسيمم، عمر اللود فاكتور ما هيطلع بغير واحد. تمام. طيب اي سؤال تاني؟ طيب ماشي، احنا كده خلصنا يعني المفروض ان شاء الله شيت 1. انا بس هاخد اتندنس دلوقتي. ونقفل برضو الريكورد. طيب انا كده خلصت يا جماعه، شكرا ليكم، اشوفكم ان شاء الله المره الجايه. لو حد عنده اي اسئله ممكن اقعد عادي، مفيش مشكله. اللي عايز يتفضل يتفضل.
مش مهندسة، هو في متجر قديمة للمادة دي ينفع حل منها مسائل مثلا أو كده؟ بص، هي المادة دي للأسف أول مرة تنزل يعني، فهي عبارة عن تجميع من كذا مادة. فالجزء اللي احنا بنشرحه ده اللي هو جزء الجنريشن كان موجود في مادة قبل كده كان اسمها Economics of Generation، فممكن تجيب الماتيريالز بتاعها تلاقيها سهلة يعني، والمسائل والشتات والحاجات دي. بس خلي بالك، خد بس الجزء اللي احنا بنشرحه، لأن المادة كانت مادة طويلة بياخدوها طول الترم وبياخدوا فيها أجزاء كتير، فاحنا أخدنا بس جزء منها. تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو. طيب أي أسئلة تانية يا جماعة؟ باشمهندسة، هو الامتحان ريتن ولا MCQ؟ أعتقد هيبقى ريتن يعني. أعتقد دكتور إبراهيم أنتم محتاجين تسألوه هو أكتر يعني، لأن هو اللي هيحط الامتحان، ف يعني تأكدوا منه. أعتقد هو هيجيبه ريتن، بس برضو تشاكوا معاه، هو اللي هيحط الامتحان يعني. تمام، شكرا يا باشمهندس. العفو، على ايه. طيب اي سؤال تاني؟ طيب ماشي، السلام عليكم يا جماعه.